والحقيقة جزئية لما تتوفر المعلومات الكاملة والموضوعية، من المفروض ان الرأي بيجي منطقي ويجي منحاز للموضوعية نفسها. انا بقول ده ليه؟ لانه الزملاء في استوديو قناة عجمان احنا شفنا عرضنا لهم اكتر من مرة قبل كده ازاي هم بيرددوا، او بعض الضيوف عندهم بيرددوا مغالطات بتسيء لحق النادي الاهلي او بتهدر حقوقه. الحقيقة ناقشوا فكرة الجدول المضغوط للدوري المصري، ولمجرد ان الزمالك اعترض على مباراة واحدة فقط في كاس مصر مع اسوان اعتبروا ان ده دليل على انه الزمالك اللي بيعاني من جدول مضغوط وبيتحارب لصالح الاهلي. تلاقيها بتتقال كده على طول، الاهلي اقوى من اتحاد الكرة، الاهلي بيفرض سطوته على اتحاد الكرة، الكلام ده اتقال. تصدى الزميل احمد مصطفى الناقد الرياضي السوداني لهذا الرأي، قال كلام مهم عن الأهلي هنسمعه ونشوف حقيقة الأرقام بتقول ايه. خالد بصراحة شديدا السيستم والنظام الموجود في نادي الأهلي أقوى من السيستم الموجود في اتحاد الكرة. نادي الأهلي نادي وصلت الأهلي الحلقة الأخيرة ها؟ وصلت الحلقة بس الأخيرة خلاص بس خلاص ما فهمت شو النظام والإداري في النادي الأهلي ضارب في أعماق الجذور الاحترافية، في ثوابت، في نظام، في سيستم، في احترام للمواعيد، في احترام لكل شيء. النادي الأهلي ليس نادي لكرة قدم، فيه أشياء كثيرة جدا، مؤسسة اجتماعية ثقافية ضخم كبير، نادي كبير، المفروض دولة المفروض أنا في رأيي يعني يخلوا ناس من المجموعة من كوادر النادي الأهلي بس استوت تدير اتحاد الكرة المصري، هم منضبطين، يعرفوا النظام، يعرفوا الانضباط في النادي الاهلي. يا يعني اداره الاهلي اقوى من الاتحاد المصري؟ اقوى من الاتحاد المصري فكريا، نظاميا، نظاميا، وما يقصد مش يعني مش عضليا داخلياً. مش عضليا وليس نعم. تفضل يا خالد تفضل. لا لا كمل. لا لا والله كمل. لا كمل. لا لا طيب زين كمل. لا شوف هو يقول النظام العام اللي معمول فيه كاستراتيجيه في نادي الاهلي واضحه وثابته تاريخيا تمشي عليها، عشان شي نادي الاهلي للسيستم واضح وثابت اقوى بالسيستم والنظام اللي موجود في الاتحاد، لهذا الاتحاد دائما هو اللي يخربط الرزنامه كامله، لكن الاهلي ثابت. صحيح. اليوم الاهلي من حقه يشتكي. صحيح. لانه انضغط. اليوم انت تتكلم الاهلي بيخلص المباراه هاي بيرجع عند البنك الاهلي، الانتاج الحربي، اسوان، وادي دجله في خلال ثلاث ايام. طيب الاتحاد خالد هل الاتحاد يجامل او يحابي الاهلي؟ ما اقول لك العاطفه يمكن. لا عفوا يعني انا عندي اليوم 14 او 16 فريق، في النهاية أنا مطالب بمعاملتهم بالمساواة وبالعدل، بغض النظر عن هذا ممثل لليوم وطن، هذا من حق كل نادي أن يطالب بحقوقه من ناحية المساواة والعدالة، خلنا نقول على صعيد الجدولة أو على صعيد. طيب أنا بقول لك شغلة أبو شيخة، أنا بقول لك شغلة، اليوم منو اللي أجل المباريات هاي كلها؟ للأهلي، للاتحاد صح؟ بالضبط. يعني عشان الاهلي يضبط اموره، الاهلي يلعب مباريات زينه ويقدر يعدل وضعه ما يكون مضغوط، لانه كانت عندي اصابات. تعرف لو كان يلعب بهالطريقه يمكن الاهلي كان يا طلع من البطوله الافريقيه يا الحين ابتعد عن الدوري. اليوم زين الاهلي تاجلت لك مباريات عشان ترتاح وترتب امورك، يوم حطك في ضغط صرت تشتكي للاتحاد تقول له والله انا ما اقدر. ما هي طيب زين. معامله غير مضبوطه، عرفت المعادله فيها غلط. ما عندك مشكله. طيب زين أكثر من زاوية في هذا الفيديو النقاش أكثر من زاوية. أولا كده بشكل عام أصبح النادي الأهلي هو الطبق الرئيسي المفضل على مائدة البرامج الرياضية أينما كانت وفي أي دولة. كل اللي ناطقين بالعربية شفنا أسماء نقاد سنين فاتت طويلة عمرهم ما جابوا سيرة الدوري المصري خالص، لدرجة ان احنا كنا بنقول هم لا ينظرون بجدية الى الدوري المصري. فتفوق النادي الاهلي مع المراهم اللي عمالة تطلع كل يوم اصبحت عندهم مادة، لان طبعا بيتواصلوا مع اعلاميين هنا فبيطرحوا نفس الاسئلة. بس المرة دي الاستاذ احمد مصطفى
بيرد رد قال لهم شوفوا انتوا بتتكلموا في ايه؟ نادي منضبط كل حاجه ماشيه صح باحترافيه بثوابت عندهم نظام يا جماعه النادي ده يستطيع ان يدير اي منظومه على مستوى رياضيه على مستوى اتحاد الكره او بتاع يستطيع بفكره ده فقالوا يعني هو اقوى شوف بقى أيوة. اقوى من اتحاد الكره قال له ايوه اقوى فكريا مش عضليا مش اقوى انه بيقدر يفرض نفوذه ما يفكر فيه النادي الاهلي ويلتزم به النادي الاهلي لو فعله اتحاد الكره هيقدر ينجح الدنيا من غير دوشه قوه النادي الاهلي اللي هو عايزين يصوروه انه يقدر يطلع القرار اللي هو عايزه غير حقيقيه بالمره والا كان كل النادي الاهلي ما خسرش قضيه زي حسني عبد الرب كباتن حسني عبد الرب ولا عصام الحضري ولا حمزه الجمل ولا كل قضايا النادي الاهلي اللي دخلها ما كسبهاش وهو كان صاحب حق فيها. القوه هنا مش قوه قرار. قوه استثنائيه. انما قوه اجراء لما بيخش بقى ويتصادم وبقضايا وبحقوق صاحب يكسبها ليه؟ بتبان قوته لانه ما بيخشش غير في الصح واللي درسه فبيكسب المواقف. ده تفسير لكن اللي انا عايز اقوله يعني هو احنا هنقعد كمان نخلي الناس تتكلم على الكره المصريه النادي الاهلي بيسيطر الاهلي يعني برضو خلي بالك ما هو النادي الاهلي قد يكون مستهدف لتفوقه ما انت مش هتستهدف واحد حد ما انت يعني هيشغل بالك ليه الغير متفوق انت هتشوف سبب التفوق وخصوصا لو بدأ المناقشات في الوطن العربي من احسن نادي في الوطن العربي هتجد برضو النادي الاهلي هناك من يخرج ليبرر تفوق النادي الاهلي بالطريقه اللي تخدم عواطفه ايوه عواطفه فانا الحديث ده مهم جدا جدا ان جاء على هذا النحو واطرحت فيه القضايا والمراهم اللي احنا بنصدرها لتعليق اسباب النجاح والفشل اعتقد ان النادي الاهلي يجد من ينصفه باستمرار دون سابق ترتيب لانه في الحقيقه الزملاء الاعلاميين العرب اللي تابع فيهم حقيقه المعلومات وحقيقه الموقف أيوة الداخلي المصري هيخرج براي لا يختلف كثيرا عن راي الاستاذ احمد مصطفى لانه فكره ان انا لمجرد ان الزمالك اتحط له مباراه فيتقال اصل الزمالك متعمدين يحطوا له ماتشات مضغوطه عشان يريحوا الاهلي طب ايه رايكم الدوري المصري يا زملاء يا اساتذه يا اخواتنا العرب الدوري المصري بتاعنا بدأ 12 ديسمبر 2020 لغاية النهاردة ما تبصوا الأهلي لعب قد إيه والزمالك لعب قد إيه أولا على بالشكل المضغوط الأهلي لعب ماتشات أكتر كتير بس إجمالا لعدد المباريات اللي لعبها كل فريق عشان تشوفوا خلال هذه الفترة خلال الفترة من 12 ديسمبر لغاية النهاردة الأهلي لعب 41 مباراة رسمية الزمالك اللي مضغوط اللي الاتحاد بيتعمد يجهده وبيحطه بشكل أكتر عشان يوقعه لعب 36 مباراة الأهلي 41 مباراة الزمالك 36 مباراة مين اللي لعب أكتر ومش هكلمكم على مستوى المنافسه وطبيعه السفريات طبعا يعني ده اللي عايز اقوله يكفي ان انا اقول لك اذا كان الزمالك لعب 27 مباراه في الدوري الاهلي لعب 23 مباراه في الدوري بس في مقابلهم في مقابل الاربعه دول الاهلي لعب 13 مباراه في دوري ابطال افريقيا الزمالك لعب 6 قدام 13 كل مباراه خلي بالك شوفوا ليها سفريه بتتكلم قبليها كاس العالم ولا ضمت على طول في الموسم لعب 3 في كاس العالم وكل مباراه وكل طبيعه منافسه ليكوا تشوفوا حجم الضغوط وحجم الالتحديات والسفريات وصعوبه المنافسه والرحلات والسفريات والمسحات وكل توابع واللعيبه سايبه بيوتها قد ايه عند الاهلي لعب 3 كاس عالم لعب واحد سوبر افريقي لعب بطوله في كاس مصر ابراهيم وده عايز عد
الزمالك لعب 27 دوري، 6 دوري ابطال افريقيا، 3 كاس مصر. وده كان بصوا المنطق، 36 مباراه للزمالك، 41 مباراه للاهلي. اجيبك من الاخر خالص بقى. اه هو النادي الاهلي والزمالك على مدى الموسم هيكملوا ماتشاتهم ولا لا؟ اه طبعا. اه يبقوا الاثنين في الاخر هيلعبوا نفس العدد. ايوه هتيجي تقول لي الزمالك اتضغط في الاول، يبقى الاهلي هيضغط في الاخر. بالظبط. خلاص؟ لا خد بقى الضغط بتاع النادي الاهلي اللي في النص بقى. ايوه كل الماتشات الافريقيه اللي لعبها الاهلي سواء هنلعب 4 قبل ما يسافر النهائي. اه اللي هو من ساعه الزمالك لم يوفق في دوري المجموعات، كل اللي فات ده بقى النادي الاهلي زياده عنه، وبسفريات مرعبه لجنوب افريقيا ومش عارف لفين. كمان كاس العالم الاهلي لعبه والتحم مع الموسم. أوه. ما تقدرش تخرجه بره الموسم. أوه. يعني شوف بقى من كاس العالم للنهارده الاهلي لعب زياده دي وفي الاخر هيرجع يكمل كل الماتشات، فمحدش يقول ان ده معمول خدمه للاهلي. الاهلي في الاخر هيخلص الجدول ولا مش هيخلصه؟ هيخلص الجدول. طب هيخلصه ازاي؟ ما هيخلصه انه يتضغط. فما ما ما بلاش شغل بقى الكلام اللي بتقولوه بس عشان الناس اللي ايه تاخده كده على الطاير وما تفكرش فيه. عيب بقى كلام في الموضوع ده. وحتى انت لاحظ ان الاهلي لما انضغط قبل بطوله، قبل ما يسافر النهائي، لعب 4 ماتشات اتعادل في واحده منهم مع بيراميدز، ولما انضغط في فتره سابقه خسر من المحله. يعني دفع ثمن هذا الجدول المضغوط والاجهاد اللي فعلا بيتفرض على لاعبته، وهيتضغط تاني لانه بعد المباراه النهائيه هيبقى مطالب يلعب مبارياته بدون لعيبه المنتخب الاولمبي مثلا. يعني انتوا متخيلين 6 لعيبه، منهم الشناوي احسن حارس في افريقيا، منهم طاهر محمد طاهر وصلاح محسن، منهم اكرم توفيق، منهم ناصر ماهر واحمد رمضان بيكهام. 6 لعيبه، في منهم 4 اساسيين في التيم بشكل دائم، نص الفرقه. لكن هيلعب علشان في النهايه انت لمست مصلحه المهمه جدا يا استاذ ابراهيم، ان مش بس مضغوط، ده هيلعب ناقص. يعني هيلعب مضغوط وهو ناقص الصفوف. فكفايه تجاره، هيلعب كل 3 ماتشات. هذه تجارتكم ردت اليكم وبضاعتكم ردت اليكم، من خلال انكم بتفتحوا المواضيع بنضطر نشرحها، فالعبوا غيرها بقى.